اختبار جديد، هل الاخوات بيعرفوا كل شيء عن بعض؟ طيب بينتبهوا شو اكثر اكله بنحبها؟ بهالفيديو رح نعرف ايش. السلام عليكم، انا ران وانا جودي من قناه داداتيز. اليوم عنا تجربه خطيره. بما انه رند اختي ونحن عايشين بنفس البيت مع بعض، هل رح تعرف اكلاتي المفضله؟ بهذا الفيديو رح نكون مفترقين، كل وحده رح تروح على مول، على مكان مختلف، على سوبر ماركت، على مكان اكل، على عصاير، اي شيء، وتشتري اكلات الثانيه اللي بتحبون. اول شغله رح نبلش فيها هي الفطور. الله يستر. اول شيء جيت على ستاربكس لحتى اخذ لها قهوتي المفضله اللي هي دبل شوت ايس شيكن وايت موكا. حالياً هو عم يعمله. رجعت على الغرفة. الله يسر شو تكون جابت لي. رح غمض عيوني. ليه حسيت حالي خفت؟ افتحي، شو بتحسي هاد؟ هذا شي بارد. لبنة؟ yeah. No way! اقتنعت. اقسم بالله والله انك كفو. النقطة الأولى لك، برافو. ميرسي. منجمع نقط هون؟ ايه، جابت لي اساي، وإذا أنتم متابعيني منيح بتعرفوا إن الاساي من مفضلاتي، ويعني اولموست كل يوم باكله. توبينجز هي ستروبيري، بلو بيري، وبنانا. صراحة أنا بحب البلو بيري فيها، بحب الجرانولا والكاجو، ولكن معلش لساتك نقطة. شكرا يا الله ليكم، ما احلى، ما عم صدق الفطور الرائع. ما فهمت انت كيف جبتي وانا ما حسيت. طيب بارد. اوكي دوري، انا متحمسه لدوري. فتحي عيونك. اوه توقعي شو هاد بدون ما تقريش. قولي لهم شو هو مشروبك المفضل. انا قلت ايس شيكن وايت موكا دبل شوت. لا 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 لا، صح باخذها بالضبط. شكرا لك، اهلا وسهلا. خلينا نصرح، شو جبتي على الغداء؟ الغداء بدك تعرفي؟ هلا رايحه اجيب لها وجبتها المفضله من كي اف سي. الوجبه اللي انا بعرف انه بتحبها هي توستد سبايسي فرايز لانها بتحبهم. انا بعرف انه رند كثير بتحب برجر من ماكدونالدز، في تركي بس ما بعرف شو اسمه، فخلونا ندور عليه. اظن جراند تشيكن سبيشل. حجيب لها ابل باي لانه كثير بتحبها، وكمان اهم شيء البيج تيستي صوص. بتوقع انه انا وياكي جبنا نفس الوجبه لانه انا كمان بحبها كثير. فتحي عيونك. لا انا ما جبت لك كي اف سي الصراحه. شو هي وجبتك المفضله من كي اف سي؟ تويستر سبايسي سبايسي فرايز. ويت، هذا شو؟ بيبسي دايت. اوكي، الفرايز سبايسي. مش عم تعرفي من اكلي. وين اكلي؟ لانه يلا المشكله طلباتك جدا صعبه. فتحي عيونك. جبت لك ماكدونالدز فرايز. شو بتتوقعي جبت لك مين؟ ناجتس؟ لا، جراند تشيكن سبيشل. جراند تشيكن سبيشل يس، ما كنت متاكده. ما تحسي في شيء ناقص؟ بيك تيستي صوص وسويت تشيلي صوص. عم تمزحي؟ نو قولي والله ما بدك تعرفي. ما بدك تعرفي. ما بتعرفي؟ يلا خلونا ويت ويت، لسه في شغله كمان. ابل باي اللي ما بيعرف حضرتها بتحلي بعدين بتاكل عكس الناس. اطيب شيء فيها القرفه، خطيره. شوفوا كيف من جوا الجراند تشيكن سبيشل. جبتي لي مشروب؟ او صح، مي. اوكي شو رايك هلا نروح على السوبر ماركت ونجيب اكلات بعد المفضله؟ اوكي. بالنسبه للشوكولا، هي شوكولاتتي المفضله، وهي هي البسكوت المفضله تبعها، حتى بتحب هي. وللتشيبس برينجلز حل. تعالوا معي هلا على قسم العصاير. اظن بتحب راني، بس مو متاكده راني مانجو ولا راني فريز وموز. حاخذ لها فريز وموز. جيت على قسم الالبان، هي اكثر نوع اللبن بتحبه هو الجريك شوكولات، هذا هو. هلا وصلت على السوبر ماركت اللي جنب بيتنا وراح اشتري لها السناكات المفضله عندها. اول شيء خلينا نبلش بالشوكولات. انا بعرف انه هي كانت تحب المارس والجالكسي، بس في نوع شوكولا كنت عم شوفها اخر فتره عم تاكله، هذا هو. للامانه انا ما بعرف اي اكثر شيبس بتحبه، ولا مره حكت لي عن هذا الموضوع، بس بشوفها بتاكل ليز ماكس سبايسي وكمان ليز خل، فرح جيب لها اياهم اثنيناتهم. اكثر مشروب بتحبه وبعرفه بتجيبه دائما هو سبرايت زيرو، وكمان بتاخذ ليبتون الخوخ بتوقع، وغير عن هيك بتحب الماونتن ديو. الشيء اللي انا متاكده منه ان شاء الله هو الايس كريم المفضل عندها. هي بتحب هدول الايس كريم الملونات على شكل لولب، بس اكثر وحده بتحبها هي هي الخضراء. كل وحده عندها سناكاتها هون، يلا نبلش نفاجئ بعض. انا رح ابدا. جبت لك شيء يعني كثير كثير بتحبي، تفضلي. انت غبيه ولا غبيه جودي؟ حليب. اوكي.
بالتمر. انا احب الحليب ما احب التمر. عم بمزح. صدمتني يا جماعه. قول انا ما بطيق الحليب، ما يعني استغفر الله اكيد نافع بس ما بقدر احطه بتمي ابدا. بعرف انك لا تحب الحليب ولا التمر، فقلت اتهادم شوي بتعرفي. عم لطف جاع، عم بسمع صوت مشروب. لمشروبك المفضل صراحه جبت 3، احترت وجبت كل شيء، وبعرف بتحبي هدول 3 انواع. اول مشروب دائما بتطلبيه مني لما اقول لك شو بدك من السوبر ماركت، فتح عيونك. سبرايت صراحه هذا ايزي. شو ايزي؟ على فكره ما صار لك زمان بتحبيه، والله يمكن من شهرين بلشت تحبيه. اي صح، بس يعني صرعتك فيه صح ولا لا؟ اي صح. اللي بعده هو فتح عيونك لب صح، زيرو كمان بالخوخ. خوخ اللي بتحبيه مو فتح عيونك. لسه بتحبيه ولا شو صار؟ شوي اقل بس يعني لسه بحبه اكيد. هذا الحب ما تنديه، بس في غلط بسيط بعدين. انا بقلك بتحبي الجلاس صحيح، ولكن ما لقيت عندهم جلاس فجبت هذا. والله اني بعرف. ويت انا دور، انا جبت لك مشروب، بدي افرجيكي مشروب. فتح عيونك. اوكي انا بحبه بس يعني هذا مو المفضل عندي. شو المفضل تبعك انت؟ مفضل تبعك ماي. لا عصير الاورنج بركات. والله كنت بعرف. ما تكذبي. والله بعرف. مستحيل تعرفي، لو بتعرفي ليش جبتي لي هذا؟ ما خطر لي هذا، يعني بتعطيني نص نقطة. انه اوكي يلا نص نقطة. للشيبسات الصراحة ما بعرف شو أكثر شيبس بتحبيه، ولكن جبت لك هدول الاثنين. اوكي. في شيء بتحبيه أكثر بالشيبسات؟ مو اكتر يعني، ما عندي تشيبس مفضل بس هدول الاثنين مع واحد. شو هو؟ دوريتوس جبنه. والله حياتي ما اشتقت تاكلي. دائما باكل هيك لحالي على التخت مشان ما حدا يشاركني فيه. اوكي بس يعني اخذت نقطه صح؟ اي اي. حاعطيك التشيبس 7. كم دايما تن 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 تن. تشيبسك المفضل؟ لا رح لك لا بعرفه. ما بصير اقسم بالله. ما تكذبي. ما شفتي؟ اقسم بالله في بالسوبر ماركت بوب كورن تشيتوس. ايه ليه ما جبتي؟ هلا ما لقيته. هلا تذكرتي. لا والله كنت متذكره من قبل اقسم بالله. بالنسبه لي هذا اطيب واحد قرمشته. الشوكولاته المفضله شو هاي؟ سنيكرز كريمي بينات باتر. اصلا انا ما بحب البينات باتر فيها، بحب المكسرات. السنيكرز هي بينات. كيف يعني ما تحبي؟ ايه بس مش هفرجيكي انه هي تبعيتي المفضله. بس شوفي شوفي جنب تختي وحده تانية. شوفوا هي الجديده قد ايه طبقه البينات باتر فيها كبيره. يعني صراحه ما اعرف لو راح اعطيك نقطه على هي الشيء. على فكره عم تتباخل بالنقط. لو اني على فكره بفرجيكي شو جبت لك. غمض عيونك. شوفوا هي اللي جابت لي اياها. اوكي وهي نفس الشيء تقريبا، هي مغطسه بالشوكولا. يا سلام. هي البسكوت كنت احبها من زمان كثير، بس اخر مره اكلتها يمكن قبل شيء 3 سنين. والله خرافيين هدول. جبت لك كمان بسكوته، هي كثير سهله كانت الصراحه. أوكي. فتحي. صح. ياي واخيرا. والله كثير هيك عندها اشياء سبيسيفيك وعادي حتى انت كمان. انت فيك كثير. انت فيك اسمم انت كيف؟ انت كمين. هذا اخر شيء عندي. زبادي يوناني. ما بحبه. هذيك المرة كنت عم تجيبه منه؟ لا. طيب انا ما بحب هذا. جربي جربي. يعني ماشي حاله. بتتذكري لما قلت لك في شيء كنت متأكدة منه وانا عم بشتريه؟ ايه. هو هاد. اوه. حتى لو ما كن يوتيوبرز وما عم تصوروا ولا اي شيء، بس اتفقي انت ورفيقتك انت واختك انت واخوك تلعبوا هي اللعبة، والله صدقوني كثير رح تنبسطوا ورح تاكلوا اكل بجنن. ولهون نكون وصلنا لاخر هذا الفيديو. اذا عندكم اي افكار اختبار بين الاخوة، تجارب بين الاصدقاء، او اي افكار تانية بعتونا اياهم بدايركت مسج على حساباتنا الانستغرام. وكمان هدول هن 3 كومنتات اللي اخترناهم من الفيديو الماضي. اذا حابين تطلع بالفيديو الجاي تاكدوا انكم عاملين سبسكرايب، اتركوا الكومنت تبعكم تحت. ونحبكم كتير يا احلى ناس وسلام.